وقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في شعب الإيمان عن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة أنه أخذ شيئا من الأرض وبكى فرآه أصحابه وقالوا له يا سفيان ما يبكيك قال والله لا أخاف على ذنوبي ففتت ما أخذه من الأرض ولكن أخاف أن أسلب التوحيد ومن أمن سلب التوحيد ففي توحيده خلل إبراهيم يبني الكعبة بأمر الله ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام والله ليست الهداية بذكاء ولا بزكاء ولا بدهاء إنما الهداية توفيق من الله جل جلاله محمد صلى الله عليه وسلم أذكى الناس وأعقل الناس ويقول في كل سجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تجد رجلا يخترع طائرة ويخترع صاروخ في النهار ويعبد بقرة في الليل وتجد رجلا لا يفرق بين الجرجير والخس وهو يعبد الله جل جلاله ليلا ونهارا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف نعمة التوحيد ويشكر الله جل جلاله عليها روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث عامر بن عويمر أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن الجاهل لا يعرف نعمة الله إلا في طعامه وشرابه هذا الجاهل لا يرى نعمة الله إلا في الطعام والشراب أما المؤمن فيرى النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية ولذلك ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر وتبعه ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوكل وتبعه تلميذه أبو الفرج بن رجب في شرح الحديث 49 في جامع العلوم والحكم لو توكلتم على الله حق توكله قالوا والتوكل على الله في الأمور الدينية أولى وأعظم من التوكل على الله في الأمور الدنيوية فينبغي عليك أن تتوكل على الله في تحقيق توحيدك.